في افتتاح مبهر شهدته الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، انطلقت بطولة كأس العالم للجمباز الفني، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من الثالث حتى السابع من يونيو الجاري. كلمة الافتتاح للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تضمنت الترحيب برئيس وأعضاء الاتحاد الدولي للجمباز على أرض مصر، أرض السلام ومهد الحضارات، ناقلا للجميع تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدا أن جميع مؤسسات الدولة والحكومة المصرية تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حريصة على تذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانيات التي تضمن نجاح البطولة بما يتناسب مع مكانة مصر الدولية. مصر تعلم جيدا أهمية الرياضة وأنها تظل دائما من القوة الناعمة التي تجمع الشعوب، وتعمل على نبذ التعصب والعنف وتقرب بين مختلف الشعوب. نجاح مصر في استضافة الأحداث المختلفة خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بسبب فيروس كورونا يثبت يوما بعد يوم قدرة الدولة المصرية على تنظيم واستضافة مختلف المحافل الدولية بأعلى مستوى. وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية. كأس العالم للجمباز الفني يشارك فيه أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم، ويحظى باهتمام كبير من الاتحاد الدولي للعبة، خاصة وأن البطولة تقام للمرة الأولى في القارة الإفريقية، وتم اختيار مصر لقدرتها الكبيرة على استقبال الأحداث العالمية في مختلف الألعاب خلال الفترة الماضية.